السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم من أيام العام 1961 اجتمع المخرج الكبير فطين عبد الوهاب مع الكاتب الكبير علي الزرقاني والمنتج الكبير جمال الليسي. في القعدة دي اتكلم الثلاثة في أكتر من موضوع، وفي الفن وحاله وأحواله، لحد ما وصلوا إلى الحديث عن المشاكل الزوجية اللي بتحصل ما بين الستات وما بين الرجالة بسبب إن بعض الرجالة عينيهم زيغة ويتدب فيها رصاص. بعد ما اتكلموا في الموضوع فكروا واقترحوا واستقروا ان هم يعملوا فيلم احداثه بتدور حوالين المشكلة دي. وفي مفاجأة من العيار الثقيل قرر التلاتة ان هم يجمعوا شادية ورشدي أباظة لأول مرة في هذا الفيلم، وقالوا عشان نفاجئ الجمهور كمان شوية هنستعين بنجم عربي كبير، واتفقوا مع هذا النجم العربي الكبير على انه يشارك في الفيلم. لكن هذا النجم العربي الكبير اضطر انه يعتذر في اللحظات الاخيرة لاسباب سياسية. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو. بعد ما اتفق الثلاثي على فكرة الفيلم اللي هيقدموه اختلفوا، هل هنقدم الفكرة من خلال إطار جد، يعني نعمل فيلم جد بيناقش القضية بجد، ولا نعمل الفيلم كوميدي ويناقش القضية بطريقة كوميدية. فاستقروا في النهاية على ان احنا هنعمل الفيلم بطريقة كوميدية. ووسط الكلام هنعمل كوميدي ازاي، تم اقتراح فيلم الزوجة السبعة اللي عمله محمد فوزي سنة 1950، وقالوا طب ما نعمل نسخة معدلة من الزوجة السبعة بالوقت او في العصر الحديث. فاتفقوا او هنعمل التامنة ولا التاسعة ولا العشرة ولا الحداشر، لحد ما استقروا ان احنا عشان نفاجئ الجمهور خلينا نعمل الزوجة التلتاشر، رغم التحفظ على فكرة ان رقم 13 اصلا في ناس كتير بتشوف انه رقم نحس. لكن بعد الاستقرار على ان احنا هنعمل الزوجة التلتاشر اتفقوا ان هم يستعينوا بالكاتب الكبير ابو السعود الابياري عشان يشارك في كتابة الفيلم. وابو السعود الابياري بالمناسبة كان هو اللي كاتب اصلا الزوجة السبعة. قعد الأربعة مع بعض عشان يبلوروا السيناريو النهائي، وفي مرحلة الترشيحات استقروا ان احنا الفيلم هيتعمل برشدي أباظة وشادية، رغم ان في بعض الناس على السوشيال ميديا بيقولوا ان هم كان في فكرة او اطرح وقتها يعني فكرة ان هم يستعينوا بصلاح ذو الفقار على اعتبار ان الاثنين متجوزين ولما يعملوا الفيلم هيقدروا يسوقوا له. لكن طبعا شادية وصلاح ذو الفقار ما كانوش متجوزين في الفترة دي، وهيتجوزوا لسه بعد عرض الفيلم بأربع سنين. إذا اعتبرنا إن تواجد رشدي أباظة مع شادية هو المفاجأة الأولى اللي هنفاجئ بيها الجمهور، وإن الزوجة التلتاشر ورقم 13 هو المفاجأة الثانية، فإن المفاجأة الثالثة هي الاستعانة بالفنان العربي أو الفنان السوري الكبير دوريد لحام عشان يعمل شخصية إبراهيم صاحب رشدي أباظة، وتم الاتفاق معاه ومضى العقد وكل حاجة تمام لحد ما هيبدأ التصوير بأيام، وانفصلت مصر عن سوريا وانتهى مشروع الوحدة العربية ما بين مصر وسوريا. فاعتذر دوريد لحام وقال لهم والله مش هقدر أسافر إلى القاهرة دلوقتي ومش هقدر أكون معاكم في التصوير. فتم الاتفاق ما بين فريق العمل والجهة المنتجة للفيلم على ان احنا هنستعين بعبد المنعم إبراهيم عشان يعمل هو الدور. بعد كده طبعا اختلفوا هل الزوجات بتوع رشدي أباظة نستعين بنجمات وكل واحدة تظهر كده يعني كضيفة شرف، ولا نجيب وجوه جديدة. واستقروا في النهاية على ان احنا هنجيب وجوه جديدة، واستعانوا بشويكار كضيفة شرف. وقالت شويكار بعد كده في تصريح تلفزيوني ان هم اول ما قالوا لها عايزينك ضيفة شرف في فيلم بتلعب بطولته شادية قالت لهم انا معاكو من غير فلوس ومن غير ما اعرف انا ايه الدور اللي هعمله. وقالت حتى انا كان يعني حبي وعشقي لشادية واصل لمرحلة ان وانا صغيرة كنت بنط من فوق سور البيت عشان اروح اتفرج عليها في السينما. عمل كده في الاتناشر، واحدة يتجوزها والتانية يخلى بيها. بعد انتهاء مرحلة التعاقدات اتفق فطين عبد الوهاب مع فريق عمل الفيلم ان احنا هنصور المشاهد الداخلية الاول، والايام الاولى كانت ماشية تمام من غير اي مشاكل، لحد ما اكتشفوا ان رشدي بقى يوميا بيتأخر. طبعا كلهم حاولوا يتكلموا معاه، لكن هو كان بيحاول هو كمان يجي في ميعاد التصوير، لكن ارتباطه باكتر من عمل خلاه يجي متأخر. لحد خرجت شادية في يوم وقالت لهم سيبولي انا الموضوع ده، وقعدت معاه وقالت له يا رشدي انا مرتبطة
بفيلم مصري ياباني اسمه على ضفاف النيل، ولازم اسافر اليابان عشان اصور مشاهد هناك، فارجوك يعني لو كان ليا معزة عندك ما تتأخرش تاني. طبعا سمع رشدي الكلام والتزم وبقى ما يتأخرش تاني، وكل المشاهد الداخلية اللي بعد كده تمت بمنتهى السلاسة ومنتهى الأريحية، ورشدي ما بقاش يتأخر والتصوير ما بقاش ياخد وقت طويل، وخلصوا المشاهد الداخلية بسرعة وانتقلوا إلى المشاهد الخارجية، وتحديدا المشاهد اللي بتتم على شط اسكندرية، واكتشفوا إن المشاكل بدأت تحصل. حد ينتحر في يوم بارد زي ده؟ أنا ما بعرفش أعوم. يعني أنا اللي بعرف أعوم؟ في اول يوم وهم بيصوروا اكتشفوا ان اللي بيصيفوا على الشط كلهم ملمومين عشان يتفرجوا على شادية ورشدي أباظة، واللي يبص للكاميرا واللي ينادي على شادية ده كان بيعمل مشاكل لفريق الانتاج، اللي اضطر في النهاية ان هو يستعين ببعض افراد الشرطة عشان يقدروا يوفروا لهم مساحة يصوروا فيها. اللي هيتفرج على الفيلم كمان هيلاقي ان في اول مشهد، وهو المشهد المفتوح اللي شايفين فيه مجموعة من الشباب واقفين بينطوا في البحر، هتكتشف ان نص الشباب بيبصوا للكاميرا، وطبعا المشهد ده اتعاد اكتر من مرة، وحاول فطين مع مجموعة من الشباب كل ما يجيب شباب ويقول لهم يا جماعة بصوا البحر محدش يبص للكاميرا، يكتشفوا ان الشباب غصب عنهم بيبصوا في الكاميرا، لحد ما اضطر انه يحط المشهد ده مجبرا. وحتى عشان كده هنلاقي ان وقت المشهد ده بعد ما كان المفروض ان هيبقى حوالي 20 ثانية تم اختصاره الى 3 او 4 ثواني. عندنا كمان المشهد اللي كان المفروض ان بتدور احداثه ما بين رشدي وما بين زوجاته السابقات على الشط، طبعا التصوير كان في شهر ديسمبر، فان زوجاته دول يلبسوا مايوهات في شهر 12 على شط البحر ده بالنسبة لهم كانت حاجة يعني مأساوية. وحتى رشدي بيقول ان انا دخلت يوم التصوير لقيتهم كلهم بيتكتكوا من البرد، فقلت الفطين يعني انت موقفهم كده ليه؟ فقال لهم ما صعبانين عليك دلوقتي، انت مش طلقتهم، خلاص سيبني انا اتصرف معاهم. وقال رشدي ان احنا حاولنا نصور المشهد اكتر من مرة، لكن البنات اللي كان بيصوروا المشهد واللي هو بالمناسبة كان بيتلخبط بين اساميهم وما كانش قادر يحفظهم لان هم كانوا من الوجوه الجديدة، فبقى فطين يعلق له اسم كل واحدة كده جنب كتفها عشان ما يتلخبطش في الاسامي. فقال له يا فطين انا حاسس ان المشهد طالع شكله مش حلو، البنات بتترعش غصب عنها. ففطين لما اتفرج على المشهد قال لا المشهد هيبقى شكله صعب ويبقى مش لطيف ومش هنقدر نصوره افضل من كده، فاضطر ان هو يستغنى عنه تمام. من المشاهد الصعبة كمان اللي تم تصويرها في البحر المشهد الاخير اللي بتنزل فيه شادية ورا رشدي أباظة علشان تنقذه. شادية قالت لهم انا مش هقدر انزل في الاجواء دي، لكن فطين عبد الوهاب صمم، وبما طبعا بما انها مرتبطة بتصوير الفيلم المصري الياباني اضطرت انها تنزل، لكن بعد المشهد ده قعدت حوالي اسبوع بتتعالج من نزلة برد. هتبدي نفسك من جديد وانا هشتغل معاك ان شاء الله، حتى سكرتيرة فراشة من المشاهد المهمة في الفيلم كمان هو المشهد الأخير اللي بيدخل فيه رشدي أباظة وهو شايل شادية، بينما طفلة صغيرة جميلة بتضحك، واللي كتير ما عرفوش إن الطفلة دي تبقى اسمة بنت رشدي أباظة. طبعا يوم تصوير المشهد كانت موجودة فشافت البروفة وضحكت ضحكة عفوية، ومن كتر ما فطين معجب بالضحكة قال لها خلاص احنا هنعمل لك مشهد والضحكة دي تضحكيها وسط الفيلم. لكن المفاجأة إنه لما جه يصور المشهد لقاها ما بتضحكش، فرشدي عارف إنها بتحب الحيوانات فقال لها اسمك لو شفتيني داخل انا وطنط شادية وضحكتي ضحكه صح انا هجيب لك قطه. فطبعا هي كانت بتحب القطط كتير جدا، فعملت الضحكه حلوه جدا وبقت من المشاهد المهمه جدا في الفيلم. طبعا بعد انتهاء مرحلة التصوير اتحدد للفيلم ميعاد عرض بتاريخ 5 مارس سنة 1962، ومع الايام الاولى الفيلم كان بيثبت نجاحه لدرجة ان مصر اختارته عشان يمثلها في مهرجان برلين، واتقال على لسان رشدي وعلى لسان فطين ان الجمهور في برلين وقف يسقف 5 دقايق للفيلم والرشدي والشادية، وقالوا ان رشدي كان مرشح لجائزة افضل ممثل لكنها يعني اتخذت منه في اللحظات الاخيرة. الفيلم كمان اتعرض في مهرجان متخصص للكوميديا في النمسا، وخد رشدي عنه جايزة افضل ممثل، وخد الفيلم جايزة افضل فيلم في المهرجان كله. وطبعا بعد الاخبار دي كان نجاح الفيلم بيزيد في مصر اكتر واكتر، كان بيزيد عند الجمهور وعند فريق عمل الفيلم، ومنهم شادية اللي كان حفيدها بيقول انها كانت لما تبقى متضايقة تقول لهم شغلوا لي الزوجة الـ13 عشان مزاجي يتظبط. لحد هنا بتكون خلصت حلقتنا، هستناكم الحلقة الجاية واستوديو.